मगबे मेरे चेहरे को नहीं मेरी आंखों में देखो कितनी सच्चाई अम्मा عزوز دك ترى قال النبي ها شبي شراني شبي انا شوفه اهم شيء شوفه زوجته حاطه صورته بالانستغرام وياها شوفه شوف ايش كيف فرحان ضحكتها طالعه من الصوره من الفرحه يا حلوه يا تسيله نظيف عرف شلون يختار ممثلك ايش فيك امه ترى انا احسن منه هذا ولدك الا اوسخ منه حلوه قطتك شفاتن اوسخ منه بعد شبدي والله زين انت مو كنت بتطلعين شو مقعدك الحين؟ سيارتي ما فيها بنزين باخذ سيارتك. ما يلا عاد يلا خاف يا الله عاد. خاف يا الله. ثلاث ارباع البيت مأجرته انت وين قاعد تودين فلوسه؟ والسيارة اللي قاعد تسوقينها الجيب هذه مالت منه مو سيارتي. والوانيت انا ماخذه من عزوز. بعدين ما بيعي هدومنا، بيعي فراشي خل اطلع نص ساعة ارد اشوف غرفتي فاضية. انت لو تدري امك شنو تفكر هاليومين؟ شنو تفكرين؟ اتعلم. ايش تبي تتعلمين؟ انجليزي؟ لغة ام سما عمة اخوك. أبي أعرف شلون تحكي شلون تسولف مع الناس وين تروح وين تيجي شنو تلبس شنو تأكل أم عزوز ما راح يرضى إيش دعوة ما راح يرضى أمه شنو أحسن منه شوفي لبسهم غير حياتهم غير أكيد هو يستعر من عائلته اللي هي أنت وأنا أقول قوم خلني أكمل الفيلم حتني كله تحرق قلبي كمل الفيلم فيلم حلو هذا أمه 70 مرة شايفت انتي شاريه سي دي بنص دينار من بسطة وحلبتي ام السي دي لا والله متسلفتها من الهندي اللي فوق بعد ليش ما جرت لهم انا بلا مش قلتي اني احبك حتى انا صدر يا بعد عمري ماما أقول لك شيء ما تزعلين ما ودي نورية تتزوجنا بزواجك نيان ولد سلوى راح يرجع من لندن عاد أكيد يبي يتزوج اتفقنا أنا وسلوى أن نخطب لنورية يما أنا اخترت شخص أحبه وأبي أعيش معه وأكيد نورية تبي تختار شخص تحبه وتعيش معه ماما أنا من بعد أبوكم الله يرحمه ما تزوجت قلت بناتي يكبرون ويتزوجون الزواج المناسبة ويبردون شبدي بس والله ولا واحدة فيكم بردت شبدي يما أنتي للحين تشوفين عبد العزيز إنه هو مو مناسب حقي لأنه أقل مني ترى وايد يبين عليك صدق انت يعني يبين ان انت ما تحبين امه ولا تروحين لها ولا تزورينها ولا شيء ويا ماما امه ملقوفه فاتن مليقه مليقه ما احب اقعد معها واسولف حرام عليك الحين خالتي فاتن ملقوفه لا عيل ما عرفتيها عدل ترى هي وايد طيبه وعلى نياتها وعفويه وتبل وتسولف ماما لازم تقعدي معها علشان تعرفينها يما انت ترى طيبه بس يعني مرات تصيرين فيك نعم اي ما فيك يعني هذا الصدق عادي لا تزعلين انا فيك اذا انا فيك عبد العزيز شنو يطلع مره يضحك مره يكشر مره يحب البيت مره ما يحب البيت مره يحب عيشتنا ومره يكره عيشتنا حرام عليك ليش تظلمين الريال ترى عبد العزيز حيلي يحبك وحيلي يمدحك انت ما تدرين شو يقول عنك يقول ان انت كشيخه تعرفين تلبسين طيبه تعرفين شلون تعيشين يومك ستايل كشيخه وشنو يقول بعد اي ان انت ما يبين عليك ان انت ام والله يقول عني كذي اي يحبك حيل يا حليله لا عد هو وايد ينن خوش ولد عزيز شنو اي صدقين وقام يحب عيشتنا خلاص اقلم عليها تدرين لا شنو هذا؟ شنو هذا بقعدة واحدة ذميتي مدحتي ذميتي أمه شلون غيرتي رأيك بسرعة؟ واي قطيعة ما ينحط بلسانك شيء حلو التمر
انت مشي ورا زوجتك انت؟ ترى الربع كلهم متابعينها بالانستغرام، عندها ما شاء الله حفلات، عروض، مهرجانات. وشفت لك اخير فيديو انت وياها صاير تسولف نفسها ترى. انت يا تافه، لمتى بتتم كذي جيل الحياه؟ قوم قوم ابيك سالفه قوم. ايش تبي امي طالعه؟ اقول لك ابيك انت قوم. زين اشوفك جاي من غير زوجتك، وين سمع عيل؟ مالك شغل بسمع، خلها بحالها. انا خذيتها كذي، هذه حياتها وما بغير فيها ولا شيء. انت اللي لازم تغير تفكيرك الوسخ. تفكيري انا اللي وسخ؟ انا ابو دارك ما تستحي على وجهك هذا جوتيك راي الباربي انت؟ اقعد بس اقعد تسولف ويا الريايل اقعد. اي والله ايش فهمك انت يا التافه؟ هيلقي زين، وين امي؟ يبيها موضوع، متى بترجع؟ ايش تبي بامي بعد؟ بتبيعون البيت؟ ترى البيت نص اجار، خافوا الله، اعطونا فلوس شوي. يبا ما احنا بايعين البيت، لقيت حق امي وظيفه انا، هي دور شغل. صدق لقيت حق الوالده وظيفه؟ حلو زين، نبي فلوس، خل تشتغل احسن من قعدتها بالبيت. تموت على فلوس انت. يعني انت اللي ما تحب الفلوس؟ خونت وانت صغير طشت ماي يفرحك، الحين اول شيء الفلوس وزوجتك، بعدين يصير عندك البحر والسباحه هذه، وتروح لمنتجع تنسدح تحط ليتان. عيب طابش بالبحر، ما ادري تروح تسبح ما ايش تسوي. خذونا وياكم يوم، خل نفرح وياكم بعد. للحين احب البحر. وبنزل بطولة بعد. تنزل بطولة ها؟ تبي تنجح تضرب نفس زوجتك ها؟ انستغرام يصير عندك فولورز وكذي. لو دارك ما تسعى على وجهك، زوجتك ملايين عندها يعطونها لايكات، وانت صورة منزلها من شهر 11 لايك. عيب عليك. سح على وجهك عاد، سوي شيء حق روحك. شوف زوجتك ايش كثر متابعينها. خل امي تكلمني ها، انا عبيت لها رصيد. سلم على سمع. دير بالك. السيائر ما صارت غير. بنتك الكوافيرة وين؟ أنا أبوك أنت سيدة مدرع بنتك الكوافيرة أخوي، لا سلام لا كلام، اسعى على وجهك، العمل مو عيب، الشغل مو عيب، وبنتي لها اسم. شوف إذا غلطت علي مرة ثانية بحرقها إيه بسيارتها. تبأ تبأ، أنت عمرها ما غلطت على أحد. ايش تبي ايش تبي؟ ايش رايك تزوجني اياها وتفتك منها؟ ليها صدق صدق انك جليل الحياه. انت عندك اجازه؟ ايه. تعرف تسوق؟ ايه. عندك سياره ها؟ ايه. اذا وصلت للحدود ورحنا العراق دورناها ولقينا امها، ما عندي مانع. انت للحين تنطرها؟ ها؟ الناس كلها تقول. لا حول ولا قوة الا بالله. ايش تبي الحين؟ ايش تبي؟ زوجني اياها بعدها بوديك، بس ها ما عندي مهر ادفعها، عطني اياها مثل ما هي، وانا بستر عليها بدال هالخرابيط اللي تسويها. هي مقطوطه بالشارع. هي أكرم منك، هي عنف. ألف ريال ألف ريال، يلا ذلف طس 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 باللي ما حفظك. الله لا يحفظك إن شاء الله، لا أنت ولا أهلك. سهجل الحياة سهجل الحياة. سهجل الحياة.
عزوز لازم تكسر رغمك، ترى انت متاخر ب 12 دقيقه. قاعد اقول لك تمرينين بالاسبوع، الحكي هذا ما يوكل الخبز، ما عنده فايده. خلاص يوم تمرين يوم راحه. قاعد تقول هذا سهل قبل الزواج مو الحين. زين ترى لازم تحدد، عندنا بطولتين، في بطوله محليه وبطوله دوليه. البطوله المحليه بعد شهر. صدقني كثر ما احب الماي ما ودي اطلع منه. حاولت كذا مره فهم سمه الموضوع بس ما هي راضيه تفهم. هي اهم شيء عندها ان انا اصير بطل وخلاص. مو هي اشهر منك؟ ان شاء الله بصير بطل وبصير اشهر منها بعد. زين يلا خلينا نكمل. يلا يلا احسب لي الوقت. يلا هالمره ما راح اوقف. ما شلونك؟ زينة يما زينة. الحين أنا أبي أعرف شغلة، الناس الذربة السنعة إذا عندها حد شي حلو تقوله، إذا ما عندها حد شي حلو ما تقوله. بس اللي باكر بدي الناس هذيل اللي ما يستحون على وجههم ليش يغلطون على وادم؟ شو بيستفيدون منه لما يغلطون عليهم؟ ماما هذيل الناس مرضى، أنت ليش تهتمين لهم؟ فيهم عقد نفسية، تشوفينهم ناس مو متربية، أهاليهم ما يدرون عنهم. حياتي أنت لا تهتمين لهم، لأن هذيل ناس ما عندهم شيء بالحياة، فاضيين، ناس تافهين. انتي ليش تحطين حالك حالهم؟ خي ولون واي. اول ادخل اكاونتك احتر، ودي ارد على واحد واحد فيهم، بس الحين والله ولا اهتم لهم، بالطاف طقيهم امي. صح كلامك، خلاص خي ولون. زين يما شرايك تعلميني شلون اسوي كيكة؟ واي فديتها بنتي الحلوة تبي تتعلم الكيك. أصلاً حياتي أنتي طباخ، تعرفين تطبخين أحسن من نورية. يما أنا أتمنى أن مو كل مرة تقولين هالحكي قدام نورية، ترى وايد كانت تحسس حرام، وبعدين أنا ما بيها تحس أن أنتي تهتمين فيني أكثر منها. ويا ماما أنا أحبكم، أنتو بناتي أحبكم تنتينكم، بس ودي بخاطرتي نورية تصير مثلك. ما يصير يما، أنتي تدرين يعني نورية عندها تفكيرها الخاص فيها، وودها هي تسوي أشياء غير عن تفكيري وتفكيرك. قومي ماما خلي علمك شلون تسوين الكيكة، مو طباخ ترى أنا اللي بعلمك، بس بشرط. شنو؟ تحطين بالإنستغرام أمي قاعدة تعلمني شلون أسوي الكيكة. لا ماني حاطة. ويا علم راح أعلمك كيفك. يما من صجي؟ إيه من صجي. يما أنتي بعد لا تزعلين على أي كلمة قلت ياها كأنك عزيز. واي تعالي صج عزيز، ليش كذي زعول؟ عادي أحبه يوم يزعل يوم يضحك يوم يعصب أحبه. خلينا من الحب، قولي لي شلون تبين طريقة كيكتك؟ لحظة خندق على عزيز أشوف شلون يحبها. وي علم راح أعلمك. لا أنت بعد كل شوي ما راح أعلمك ما راح أعلمك فيك يما. إيه وي راح أذلك. لا والله. هلا اختي. اي انا برا، يا ريت بطلي الباب الله يخليك. مشكوره. الو هاني توني واصلة، بس أخلص أكلمك على طول. لا تحاتي ماني مطولة أخو، هذه ملكة مو عرس.
ليش هي سيارتك؟ وين أمرك أنا؟ بس أخلص شغلي وأمرك على طول. وين تاكسي؟ وين تاكسي أنت؟ شنو خبر الله أنا إيش فيك؟ شلون بتعرف العنوان يعني؟ أديلك يا واتساب. خلاص خلاص أديلك يا واتساب. مو مشكلة، يمكن أنت توصل قبلي أنا لك وأكون نحن ما خلصت. خلاص خليك تاير، خليك مفتاح ورا عند التاير. يلا لا تحن. باي. ناضي بعد. أوف. سلام. تعالي زرعي معاي. أنا قررت إني أسكن في شقة أبوي. تسكنين بروحك؟ ليش؟ أحد زعلك؟ أحد قال لك شيء؟ أنا أختك العودة، والبيت هذا بيتي، يعني بيتك، ومرزوق يحب وجودك معانا. أنا ما قلت شيء، بالعكس أنتوا حطيتوني بعيونكم، بس أنا محتاجة إني أغير حياتي، ودي أبدأ حياة جديدة. زرتي غازي في السجن؟ ما أفكر إني أروح لها خاص، ماني قادرة أروح. ما أدري متى بتطلعين هالريال هذا من قلبك. هالريال هذا ذبح بنتي. يعني أنا أفكر إني أنطره لين يطلع بس علشان أذبحه. بس الريال ما كذب عليك بشيء، وقال لك إنه كان متزوج وعنده بنت. انت اللي غلطانه يا سميره، انت اللي رضيتي تتزوجينه بالسر. انا عمري ما شفت ورقه من المحكمه. لا تلومين عليه يعني. لا تلومين عليه، ما ضحك عليك بشيء، وعدني بكل شيء. علشان كذي الحين بتطلعين وتروحين تسكنين بشقه؟ انا ماني صغيره نعيمه، احنا ما نكبر علشان نهين انفسنا. شايفة النبتة هذه؟ تدرين متى تموت في ترابها؟ لما ما حد يعطيها ماي، فهمتي؟ الماي اللي ذبح بنتي فيه؟ صدقيني صدقيني أنا راح أذبحها بنفس المكان. يعني بتصيرين مجرمة؟ نعيمة واللي سلمك، أنا طلعت أنا من هني، لا تزعلي. أبيك دائما تحطيني ببالك إني أنا أحبك. من عمري وحياتي ما راح أنسى طيبك ولا طيب مرزوق معاي. هلا خيي، بس بدي اسالك وين مركز الهلال؟ خيي لا، اول شيء انا مو اخوك وانت كذي حلوه، بعدين مركز الهلال تبي مركز؟ ما اعرف، اعرف مركز النصر. حلوه. عفوا بس بدي اسالك، قالوا لي مركز الهلال بنفس الشارع. شوفي خيتي، يعني بدي دليكي مركز الهلال، بس اركب معك ما في مشكله. ها توصليني توصليني. ليش رايحه؟ شو هذه؟
على ماله. ما اشوف لي تاكسي. تاكسي! الحين طبعا قاعد احط البيريز على الكيكة. Thank you يما. بعد شوي راح اصور لكم الكيكة اوكي؟ هذه التنورية ما احب. يا ما يخالف ماما، صوري مرة ثانية عادي حبيبي. ترى انت يا اختي ما فيها شيء اذا طلعتي معي بالفيديو. ها انت ما تبين تستوعبين ان انا ما احب الشهرة واللاي والظهور والمليون اللي عندك، وبعدين لا تسوينا بقديل وتزعلين وخلاص. اوكي ما صار شيء. يما انا بروح الجمعية، اذا تبين شيء كلميني. ان شاء الله ماما. ايش فيك انت يما؟ يعني انتم ما تبون تستوعبون ان انا وسام غير؟ انا ما احب الشهره غصب الا طلعي. اوكي روحي راضي اختك زين، بس انا ببلش عمل تطوعي. ما راح اسمعك. خو انت ماما هادي كل يوم في شيء جديد براسك. هذا ايوه يا سيايير هذه سيايير ولا اللي عند بيتنا مو ما ينشافون ما ينساقون. اي أيوة والله، بس طاحت ببطن عزوز. ها عندكم فلوس اشوف. هذه كم سعرها؟ 50,000 60,000 70,000 فلوس عندكم؟ احنا اشوف وين امي ما اخذت واحد غني. ها اشوف كشخه انت. هو سيارتك شفتها بالانستغرام حطتها عدل مره، وعزوز مره سايقها هم شايفه. انت ليش ما تحب اخوك؟ ليش احب اخوي؟ دام انت تحبينه شيء بحبه يوم. اي بعد شنو ماكو نفسه هو؟ اي لا ماكو نفسه ما شاء الله، اصلا ما شفتيه وهو صغير، شفتيني انا الحين يصك علي. اي عادي كل الناس تتغير. كل الناس تتغير؟ سبحان الله، هذا كلام من مشاهير ولا كلام صدقي؟ زين سمعي عاد، انا كنت مار هني بتاكسي وقلت فشلة، يعني شفت سيارتك قلت فشلة، انا طلعت تاكسي وزوجة اخوي عندها موتر كذي وصليني انت بعد. اي بس انا عندي ايفنت واوريدي عزوز مو معاي. حلو، احسن شيء اصلا عزوز مو معاك. سمعي بقول لك شيء عن عزوز. لحظة ريلي مو معاي. شوفي لحظة ريلي مو معاي. ايش فيك يعني؟ شنو انا اخو ريلك يعني؟ شنو خايفة بعد؟ امشي. الله يحفظك. لا والله جزينك حالاتك واخوي، واتمنى لك الخير، توكلي على الله. وانت بتروح؟ شفيك ليش متضايقة يبا؟ وديني انت مو متضايقة وانت بتروح. امشي سيارتك نار وانا امي براد وعندها من قلب. قول ما شاء الله يبا. ما شاء الله ايش دعوة؟ عيني حارة يعني. انا توكلي على الله. توكلي عزوز. امشي ما شاء الله لا اله الا الله
حتى صوتها غير. إحساسي وأنا داخل السيارة هذه لا أحس إنه. بس اللي أنا عارفه يبا غازي عنده بنية أكيد إنها كبرت الحين. زوجتها طلبت من الطلاق؟ ظالم ما يخاف الله. تدري عاد أنا نسيتها بس ماني قادرة أسوي بنتي. حلال هونيها وتهون وأنا أبوك، أنتي بعدش صغيرة والله بيعوضك خير إن شاء الله. بس هذه سيارة ياسمين. أعطيني. يلا نبي شيء؟ لا تقول حق عبد العزيز إني وصلتك. إيش حقي خايفة أنت؟ لا مو خايفة بس ما له داعي يعرف. إيش حقي يعرف أصلاً يعني ما صار شيء. زين شمسة فين؟ نعم؟ اليوم كل شيء بفلوس. فلوس كل شيء. الحين ما تطلعين تروحين إيفنت ما عندي ما أعرف يعطونك فلوس. تصورين بصالون ما يشوف يعطونك فلوس، تحطين انستغرام اعلان ما يعطونك فلوس. انا بعد ابي فلوس. اعطيني يلا. وكم تبي؟ خمسين دينار زين. 50؟ ايش فيك طالعين جي؟ شنو هذا؟ بطاطي بالهم، واحدة باردة واحدة حارة، يعني اللي ياكل يعوش زهايمر. وديتني مطعم اي كلام ها؟ فلوس عندك، وديني مطعم زين. اعلمكم الاصول ولا شنو؟ بس ها ما ابي عبد العزيز يدري عنه ولا شيء. لك عزوز مو ما راح يدري. يعني لو تقولي لي انسى امك راح انساها، راح انسى اني شفتك نهائي. اعطيني اعطيني نسينا ذي العدل ها. يلا سلام. لا على الله تخلص بس. فوقي هالطبخة العجيبة هذه المخدومة عدل حايفها حوف أنا، وإذا هي زينة خلنا نقول حق سميرة إتي تاكل ويانا. سمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى ملح ما انت حاط في الاكل؟ انت ما تعرف تطبخ. يا ولا انت كلش عاد خيرات. شيفه انت؟ مو شيفه اسمها الشيف. شيف؟ شيفه؟ يعني لا انت ولا انا قزرنا عمرنا حاولنا ان احنا نطبخ. عمرنا لله ما فينا واحد يعرف يطبخ. تدري ليش ما نعرف نطبخ؟ ليه؟ لان ما عندنا عيال. لو عندنا عيال كان طبخنا لهم علشان ناكلهم. الله يا مرزوق. كان خاطري يكون عندي بنت. لا والله لا ودي يكون عندي ولد وسميه على ابوي الله يرحمه.
لا، بنت واسميها على امي. يلا يلا شيل اكلك، يلا شيل اكلك ودي المطبخ. اعطي لك طاوه اكسب فيهم اجر. ايه اعطي لك طاوه احسن. خير ان تفعل شر ان تلقى. فلفل وايد في الاكل. عزيز، على عمتي. أنا ما عاد أجي سالفة الحمل، تو الناس وايد أحسن لكم. يعني حتى لو قررنا إني بيبي، ترى صدقيني تشكلك ما راح يصغر، ما راح يتغير فيك ولا شيء. بالعكس، أصلاً يمكن تصيرين أصغر إذا أنا بيبي، صدقيني. لا حبيبي، أنا عارفة السيناريو. كل ما طلعتوا قطيتوا البيبي علي. كل رفيجاتي صارت معاهم هالسالفة. والله متي ما أدري شو أقولك، بس إذا أنت يعني محبة تسمعين كلمة جدتي، ما أدري بعد هذا شيء خاص فيك أنت. بصراحة أنا أتمنى الله يرزقني بيبي ناديني بابا. خلي بنتك تنشر إنستغرامك. ويش حقها؟ شلي بعوار الراس. زين امي تسلم عليك. الله يسلمها. للحين تشوف افلام هنديه؟ اي للحين. حتى سما تقول انت قبل كنت تتابعين افلام هنديه، تحبينهم؟ اي صدق احبها، بس مشكله ان امك تشوفها وتطبق على اخوك هاني.